بالصلاة على النبي، بقول لك يا عم سعى الله يبارك لك، الدماغ اللي بلا كيف تستاهل ضرب السيف، روح عشان فرقة الصحاب، عشان فرقة الرجولة. أول ما كتب القلم كتب القلم الله، اللهم صل على النبي. نجم مصر، صقر الداخلية باشا مصر، تامر باشا الفكهاني، اللي لحم التفلة من خيره، الحوت الحوت اللي عمره ما شغله صياد، الحاج محروس التحيتي نجم الفرح، باشوات مصر اللي شرفونا، حمادة باشا الدغري، حمادة باشا الدغري وصحبته ومجاله. والفرحة أهي مش صعبة، والضحكة دي جت والكعبة، واللي يقولها لي في ظهري هرميها أنا برا اللعبة. الحقيقه في جوه مجموعه شباب بترقص بطريقه غريبه ومريبه، بتخلي الجسم كله يتحرك كده ويلعب، لكن واضح جدا ان هم متعاطين مجموعه ضخمه من المخدرات، ابرزها مخدر الانستاسيو ستروكس فانتين. طبعا يعني وواضح كمان ان هم بشر اقرب لبني ادمين، يعني هنحاول نقرب منهم اكتر ونفهم الموضوع. مؤاخذه بس يا معلم، هو ايه ده؟ Excuse me، هو ايه ده؟ ده فرح الواد سيحة ابن ال متضايقة عادي، على فكرة ما قلتش حاجة. Never mind man. لا، لو حضرتك ده مشروبك المفضل فأنا ممكن أقول لعم جمال هيروق عليك جامد، هو عنده خلاط. خطوة شيك أوي عليك يا باشا.